كيعاني من واحد الواقع ديال التهميش، وكيفرضوا عليهم في كثير من الاحيان بعض التكاوين ولا الاستفاده من بعض ورشات الحرفيه، وما كيقدروش بالتالي يكملوا الدراسه ديالهم على قدم المساواه مع باقي الاشخاص الاخرين، ما نقولوش الاسميه، مع باقي الاشخاص المختلفين. اذا بالنسبه للصوم هما بالدرجه الاولى يعني من هذا النوع من التهميش ومن الاقصاء، وبالتالي في هذا المطاف كيلقاو يعني كيلقاو الانفس ديالهم ضحيه ديال التهميش وديال الاقصاء وديال انهم يقطعوا في المنازل ديالهم. مثلا الحق ديالهم في الترفيه والاستفاده من الخدمات ديال المرافق اللي كيكونوا في الصف الترفيه، كاين في الحقيقه خصها ترفع هاد يعني هاد الانواع ديال المعيقات في وجهه باش يستافدوا حتى هما على قدم المساواه من الخدمات ديال المرافق الترفيهيه. كذلك نفس الشيء اللي قلناه على المرافق العموميه المتعلقه بالصحه والتعليم وخصوصا الخدمات الصحيه، خاصها بحقها تعطى لهم الناس الاسبقيه ويستافدوا كذلك ما يسمى بالتمييز الايجابي. اذا بغينا فعلا يتنموا الاشخاص في وضعيه اعاقه، راه خصنا واحد النوع من التمييز الايجابي، وخصنا فعلا كما اكدوا الاسبقيه المتدخلين على ان ديك النظره للاشخاص المعاقين خصها تغير وخصها تنفذ الاتفاقيه الدوليه المتعلقه بحقوق الاشخاص في وضعيه الاعاقه. اذا الامور كلها خصنا نردوا ليها البال بشكل كبير. اذا خصنا نرفعوا الحواجز اللي هي كثيره في وجه خصوصا الاشخاص الصوم، مثلا في تيبي كونفير يعني الرخصه ديال مازال احنا الان محرومين منها، مازال محرومين من الخدمات ديال الصندوق الاحتياط الاجتماعي. اذا مازال كنعانيو كذلك من الاشكاليه ديال التنقل للمركز اللي بيدو القرار. اذا خصنا فعلا هاد لي باريير خصنا نهزو، خصنا يعني الحقيقه حنا راه متعبين هذه مجموعه ديال السنوات اللي حنا كنضلو ومازال غادي نبقاو نضلو، ولكن بغينا فعلا واحد الفيدباك من جميع المتدخلين في المجال ديال الاعاقه. اذا الاشخاص ديال الصوم راه ممكن يعيشوا حياه عاديه، ممكن يتزوجوا بحال بقيه الناس، ممكن يعيشوا حياه طبيعيه، ولكن خاص الحقوق ديالهم الاقتصاديه والاجتماعيه خاصنا نمكنهم منها. اذا حاله مثلا اذا كان ما قدوش يحصلوا على وظائف اللي هي ابابطه بالنسبه لهم، خاص الدوله ترد البال وتعطي واحد النوع من الدعم باش الناس انهم يعيشوا واحد الحياه كريمه على قدم المساواه مع الجميع، وكذلك ما ننساوش الحق ديالهم كذلك حتى في الامور الدينيه والروحيه. مع الاسف هو هي كتكلم على واحد الصديق ديالي اللي جا معاها اليوم، مع الاسف انه واخا ذكي راه الان كيمارس واحد كمسيح واحد للسيارات. اذا هذا واحد النوع هذه الوظيفه بحال اللي فرضات عليه المجتمع وفرضات عليه الدوله. اذا وما تنساوش مجموعه ديال المعاقين اللي مازال ساكنين في كيطوهات وفي البيوت ديالهم، مازال ما كيستافدوش كاع من الخدمات ديال المرافق الاجتماعيه. اذا وصل الوقت اننا نتمتعوا بكامل الحقوق ديالنا على قدم المساواة مع الجميع، وشكرا.